السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الكرام في فيديو جديد كل ما فعله الدولي الجزائري أمين أغويري اليوم مفارقه ران ضد ولفرهامبتون الإنجليزي حيث لعب الدولي الجزائري أمين أغويري 56 دقيقة وبدأ المباراة كأساسي والآن فريقه متقدم حتى الدقيقة ثمانين اثنين واحد مع العلم أن الفريق الضيف الذي يلعب ضده ريان هو نادي ولفرهامبتون الذي يلعب لصالح الدولي الجزائري ريان أيد نوري الذي سجل الهدف الأول الذي سوف ترونه في الفيديو القادم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد